هذا المحاولة القادمة سيجي يلعب لتصل الكرة مع سيجي سيجي محمد شاب محاولة من سيجي يسدد لكن عبد الله حياتي يتصدى عبد الله الله حارس المرمى يفعلها فعلها الحارس فعلها فعلها عبد الله حياة سدد كرة في المرمى في مرمى السالمية أتى الهدف الثالث لكن عزيز المتابع حتى الآن الوقت لم ينتهي دقيقتين ونصف متبقية هنا الإعادة هنا عبد الله حياة قطع الكرة لم ينتبه إلا أن الكرة متجهة في مرمى نادي السالمية هدف ثالث لصالح